أهلا بكم مشاهدينا في اتجاهات الصحافة، ونناقش في حلقة اليوم جدل حيال صلاحيات السلطة التشريعية لحكومة الوفاق، ملامح الخارطة السياسية إثر منعطف الهلال النفطي، تغيرات في النسق الاقتصادي والاستثمار الخارجي. ولتعليق مشاهدينا على كل هذه الموضوعات أرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي صلاح الدين الجورشي. أهلا وسهلا بك سيد الجورشي. أهلا وسهلا، مرحبا. أثار إعلان المجلس الأعلى للدولة بممارسة صلاحيات السلطة التشريعية جدلا في الأوساط السياسية التي انقسمت بين مؤيد لذلك الإعلان ورافض له، فمنهم من اعتبر أن ذلك قد يزيد من الانشقاقات بين القوى السياسية وقد يعيد رسم التحالفات السياسية والمناطقية من جديد، إضافة إلى إعادة توزيع المجموعات المسلحة. في مقابل ذلك دان المجلس الأعلى للدولة التغطية السياسية التي يوفرها رئيس مجلس النواب للانقلاب العسكري، مطالبا بضرورة توفير مكان آخر غير طبرق لعقد جلساته. أفاد موقع المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات بأنه ربما لم يكن إعلان بيان المجلس الأعلى للدولة بممارسة صلاحيات السلطة التشريعية وإعلان الشيخ الصادق الغرياني عن وثيقة دستورية ودعوته إلى تشكيل مجلس للأمة رد فعلا على سيطرة الجيش التابع لمجلس النواب على المنشآت النفطية. وذكر الموقع أنه لم تنقضي ساعات حتى وصف نائب رئيس مجلس النواب ورئيس فريق الحوار عن البرلمان محمد الشعيب بيان مجلس الدولة بالانقلاب على المؤسسة التشريعية الوحيدة في ليبيا، وطبق وصف شعيب تعليق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وليس مستبعدا أن يعلن أعضاء في مجلس الدولة اعتراضهم على بيان المجلس، الأمر الذي قد يتطور إلى انشقاق داخل المجلس يتمثل في بروز كتل تعيد صورة متشابهة لتلك التي كانت في المؤتمر الوطني العام، خاصة وأن أعضاء مجلس الدولة هم من أعضاء المؤتمر الوطني وما تزال خلافات أساسية قائمة بينهم. ومن المتوقع أن يوسع الإعلانان الانشقاق الحاصل بين القوى السياسية في العاصمة طرابلس، ما قد يعيد رسم التحالفات السياسية والمناطقية من جديد، إضافة إلى إعادة توزيع المجموعات المسلحة. ذكر موقع وكالة الأنباء الألمانية في تقرير بعنوان إعلان المجلس الأعلى للدولة بتولي المهام التشريعية تصعيد لأزمة البلاد أن مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق حذر من إعلان المجلس الأعلى للدولة بتولي المهام التشريعية في البلاد معتبرا ذلك تصعيدا للأزمة في ليبيا. جاء هذا التحذير في بيان باسم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث أضاف أن تلك الخطوة تعتبر خرقا واضحا للمواد 12 و13 من الوثيقة التي تحدد اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب. وقال البيان إن خطوة المجلس الأعلى للدولة تعتبر تصعيداً لأزمة الوطن، ما لا يساعد على استكمال الحوار ويهدد مصيره، كما لا قيمة فعلية له. ونشد مجلس النواب البعثة الدولية بأن يكون لديها موقف واضح حيال هذا الخرق، فضلاً عن كل الدول الراعية للحوار. وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن عن توليه لمهام السلطة التشريعية في البلاد، وطالب في بيان له المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بضرورة توفير مكان آخر غير طبرق لعقد جلساته، مشيرا إلى إدانته التغطية السياسية التي يوفرها رئيس مجلس النواب للانقلاب العسكري. سيد الجورشي، نناقش في هذا المحور الخلافات التي ظهرت مؤخرا بشأن الصلاحيات التشريعية بين الأطراف، وهنا موقع المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات نقلت وجهة نظر الطرف المقابل الذي وصف هذا التطور بالانقلاب السياسي. فأي إطار يمكن تقييم دوافع هذا الموقف؟ هو الحقيقة أولا لابد أن دائما أن نشير إلى أن الوضع الليبي وضع خاص ومتحرك ويعيش ثغرات أساسية، ومن بين هذه الثغرات هو هذا الانفصام القائم بين مجلس الدولة من جهة وبين البرلمان من جهة أخرى، مع ما يترتب عن ذلك من خلافات سياسية تتسع يوما بعد يوم. ولكن من جهة أخرى يبدو بأن هذه الخطوة التي أعلن عنها مجلس الدولة هي تندرج في إطار الضغط السياسي، لأنه بعد سيطرة على الهلال النفطي مجلس الدولة وجد نفسه في موقع ضعف،
ويخشى بأن تطورات الأحداث في المستقبل تنقلب أو تحاصره من جوانب متعددة. ولذلك أراد أن يقول بأننا أيضا لدينا ورقات ضغط ممكن أن نستعملها، لكن هذه الورقة التي يريد أن يستعملها هي في نهاية الأمر تعني التهديد بسحب الثقة وسحب البساط من برلمان طبرق. ولذلك جاء رد الفعل على المستوى المنطقة الشرقية، ولكن أيضا هناك خلافات في داخل المجلس وبين المكونات المجلس التي قد تؤدي في صورة إذا لم يقع تعديل هذا الموقف والتراجع عنه قد تؤدي أيضا إلى خلافات حقيقية وربما انقسامات أخرى. واضح. طيب، هناك تطور آخر وهو إعلان الشيخ الصادق الغرياني عن وثيقة دستورية ودعوته إلى تشكيل مجلس للأمة. ما وقع مثل هذه الدعوات على مسار الأزمة سياسيا وعسكريا؟ هي أيضا هناك بعض المبررات لمثل هذه الخطوات والمبادرات، لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع بهذا الانقسام وبهذا العجز التي تعاني منه المؤسسات التي تم التوافق حولها أو تم الدفع بها إلى التجسيد العملي. بمعنى أن الوضع في ليبيا لكي يدار بشكل على الأقل أفضل قليلا مما هو عليه الآن بالفعل يحتاج إلى الدفع نحو دسترة المؤسسات ودسترة الحياة في السياسية، لأن النظام السياسي في ليبيا بين ظفرين إذا اعتبرناه نظاما هو ينقصه الوثيقة المرجعية التي تتمثل في الدستور. نعم. طيب، من جهتها وكالة الأنباء الألمانية نقلت تحذيرات مجلس النواب من إعلان المجلس الأعلى للدولة على أنه يعد خرقا واضحا لمواد الوثيقة التي تحدد اختصاصاته وصلاحياته أيضا. إلى ما ترجع عدم تصويت النواب على قبول الاتفاق كاملا ومنح الثقة لحكومة الوفاق بعد توضيحهم هذا؟ والحقيقة المشكلة كلها قائمة في ليبيا هي أزمة ثقة، ما فيش ثقة بين الأطراف، وفيه تخوفات متبادلة، وما فيش تصور مشترك لكيفية توزيع السلطة وتقاسمها وكذلك تقاسم الثروة. فلذلك كأنها نوع من لعبة الشطرنج، يعني واحد يقدم بيدق والآخر يحاول أن يلغي ذلك البيدق ويقضي عليه لكي يصبح ميزان القوى لصالحه. إذن هو صراع مستمر عن السلطة يأخذ أشكال متعددة، ومن بين هذه الأشكال هو الصراع حول الصيغة النهائية لدستور يمكن أن يكون دائما على الأقل في مرحلة انتقالية. نعم. لليبيا. طيب، مجلس النواب دعا البعثة الأممية والدول الراعية للحوار إلى توضيح موقفهم من هذا الإعلان ووصفه بالخرق، وكوبلر أيضا وصف هذا الموقف بالقرار الأحادي. ما تداعيات هذا الموقف يعني على إعلان الأعلى للدولة؟ هو الحقيقة الهيئة الآن التي تدير مجلس الدولة تجد نفسها أمام مخاطر متعددة، وبالتالي في صورة إذا كان لم يحصل خلاف وتراكمت المخاوف والضغوط فربما الأقرب إلى الظن والأقرب إلى ما هو يمكن أن يكون واردا هو أن يقع سحب هذا المقترح، ولكن في نهاية الأمر سحبه بدون تحقق عدد من النتائج ولو نتيجة واحدة لصالح المجلس هذا سيضعف المجلس الأعلى. مجلس الأعلى. نعم. سيضعف المجلس الأعلى وسيجعله في حالة ارتباك. لذلك علينا أن ننتظر قليلا لكي نعرف تداعيات كل هذه الضغوط وهذه المواقف على المجلس. طيب، الأعلى. نعم، نبقى في المجلس الأعلى. كان من ضمن ردة فعله إدانته التغطية السياسية التي يوفرها مجلس النواب للانقلاب العسكري على حد وصفه. هل سينظر إلى هذه المطالب أو الشروط؟ يعني هو الأفضل أن يقع نظر فيها، الأفضل أن يقع التشاور حولها، الأفضل أن يقع إعطاء الأولوية لآلية الحوار حتى عساها أن تؤدي إلى تعديل مواقف جميع الأطراف. نعم. لكن الاستمرار في التمسك بهذا الموقف في غياب سند قوي وحقيقي فإن ذلك من شأنه أن تكون له انعكاسات وتداعيات سلبية. نعم، نكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع، وبهذا مشاهدينا ننتقل إلى المحور الثاني، ابقوا معنا.
مقاربات عدة تلك التي رافقت أحداث الهلال النفطي وتصورات مختلفة للمشهد السياسي والتحالفات الداخلية والدولية، ومن بين تلك التفسيرات لهذا المنعطف الجديد ما ذهب إليه بعض الخبراء من تحول الرأي العام الليبي إلى جانب حفتر وردوخ القوى المعارضة له لواقع سيطرة الموانئ مقابل استئناف الصادرات النفطية. وبعد إدانتهم لهذه الخطوة يطرح العديد من التساؤلات بشأن المستقبل السياسي والعسكري بالبلاد، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية توحيد الجيش تحت راية واحدة. ذكر الكاتب جيسون باك في مقال على موقع المونيتور أن الإطاحة بحرس المنشآت النفطية وفرت الزخم الذي يحتاجه صنع الله، فقد سيطر رئيس الجهاز إبراهيم الجذران على موانئ النفط ومنع الإنتاج الذي تحتاجه البلاد عبر المطالبة برشاوة قبل أن يسمح بتدفق النفط من جديد. والأكثر إثارة للدهشة من دعم صنع الله هو أن كل من المجتمع الدولي والمجلس الرئاسي بعد أن أدانوا الهجوم يبدو أنهم رضخوا لواقع سيطرة الجيش الوطني الليبي على الموانئ، والشرط الوحيد من أجل تأكيد دعمهم يتمثل في استئناف الصادرات النفطية تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط. وأبرز الكاتب أن الإجابة عن سبب موافقة المجتمع الدولي والمجلس الرئاسي على دعم حفتر على الرغم من أنهم دعموا في البداية الفيدراليين تكمن في النفط، فالاقتصاد في حالة يرثى لها، وهناك حاجة للسيولة النقدية من الصادرات النفطية لدعم أسس الحكومة الليبية. وبيّن الكاتب أن التفسير الآخر لهذا المنعطف هو تحول الرأي العام الليبي إلى جانب حفتر والجيش الوطني، وقد كانت حكومة الوفاق الوطني متسرعة في إصدار بيان يطالب الجيش الوطني الليبي بالانسحاب من الموانئ النفطية. واعتبر جيسون باك أن التحالفات السياسية في ليبيا ليست فقط في حالة تغير مستمر، بل هي أيضا غير متعددة، فكثيراً ما يعمل الأعداء فيما بينهم على أهداف مشتركة، ويمكن لحليفين أن يكون لهما علاقات عكسية مع طرف ثالث، كما يمكن أن تتغير التحالفات في رمشة عين. ذكر الصحفي عبد الله الشريف في مقال بصحيفة العربية الجديد أن عدداً من ضباط الجيش الليبي بالمنطقة الغربية انتهوا من اجتماع خلال لقاء جمعهم بمدينة غريان لمناقشة شكل الجيش وتشكيل قيادة موحدة له. وأفاد آمر منطقة الجبل الغربي العسكري العميد محمد شطيبة للعربية الجديد بأن الاجتماع ناقش اختيار قيادات عليا للجيش تكون قادرة على تفعيل المؤسسة العسكرية لتلعب دورها في الحفاظ على وحدة الوطن وحماية حدوده. وقال: الاجتماع الذي ضم قيادات الجيش بالمنطقة الغربية حث على ضرورة إبعاد مؤسسة الجيش عن التجاذبات السياسية وتوحيد الجهود من أجل بناء مؤسسة موحدة للجيش في البلاد، لافتا إلى أن عددا من ضباط الجيش شرق وجنوب ليبيا تواصلوا مع الحاضرين بالاجتماع مؤكدين رغبتهم في الانضمام للقاء السادس القادم. وأكد شطيبة أن الضباط كانوا من مختلف المناطق من الزنتان ومصراتة وغيرها من مدن الغرب، مشيرا إلى مساع للتواصل مع قيادة الجيش التابعة للبرلمان. وقال المصدر إن الإشكالية الراهنة تتمثل في التحكم في إدارة السلاح وتبعيته، خصوصا قوات البرلمان والمجلس العسكري لمصراتة المشرف على عملية البنيان المرصوص، مضيفا: تتلقى هذه الجهات دعما عسكريا ترفض الكشف عنه وتتحجج باستمرار القتال في سرت وبنغازي، وإن الكشف عن حجم تسليحها يعتبر كشفا لأسرار عسكرية قد تؤثر سلبا على سير المعارك. وختم بالقول: هناك العديد من الإشكالات، ففي كل المناطق والمدن كالزنتان ومصراتة وجنوب وشرق ليبيا بل وفي طرابلس توجد فصائل مسلحة ترفض الانضمام لشرعية مجلس عسكري موحد، مستدركا بالقول: لكنها خطوة جيدة ستفرض نفسها من خلال الدعم الدولي للمجلس الرئاسي على كل الأطراف والفصائل. سيد الجورشي، نخوض الآن في المواقف التي تغيرت بحسب الصحافة بعد سيطرة قوات حفتر على المنشآت النفطية. وهنا موقع المونيتور رأى أنه بعد أن دان المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي هذا الهجوم يبدو أنهم رضخوا لواقع السيطرة. كيف تفسر هذه التغيرات في المواقف؟ هذه التغيرات هي جزء من طبيعة السياسة، لأنه عندما تصبح لديك ورقة مهمة وضاغطة فإن الأطراف السياسية ستعيد تكييف مواقفها بناء على تلك الورقة. وبما أن حفتر استطاع أن يمسك بورقة مهمة وهي ورقة النفط، فبالتالي حتى الأطراف الخارجية
بدأت تعيد حساباتها، وليس من مصلحتها الآن أن تدخل في مواجهة مباشرة مع حفتر. إذن مرة أخرى يتأكد بأن هناك ورقتين أساسيتين في اللعبة الليبية وفي كل الساحات تقريبا، هي لعبة الاقتصاد عن طريق النفط ولعبة الأمن. ولذلك الآن بدأ يكثر الحديث وبدأ يقع الدفع نحو فكرة تأسيس جيش ليبي موحد. وأهم شيء ربما يجب أن نرصده هو تفاعل المواطنين والرأي العام في داخل ليبيا، لأن واضح أن الليبيين تعبوا من هذا الصراع. وعندما توفر لهم إمكانية أن تتحسن يعني تحسن الجنيه الليبي وأن تبدأ دورة اقتصادية، ربما الدينار الليبي، ويمكن أن تبدأ دورة اقتصادية جديدة، فإن ذلك سيجعل الرأي العام ينحاز إلى هذه الموقف بقطع النظر عن الصراع والخلافات بين حفتر وخصومه. واضح. طيب، المقال اعتبر أن النفط بات المحرك للعملية السياسية في ليبيا، نحو أي سيناريو يذهب هذا الملف بالأزمة؟ هو يمكن أن يكون يدفعها إلى مزيد من الانفجار والتشرذم والصراع، كما أن هذه الورقة ممكن أن تدفع إلى البحث عن صيغة جديدة للتفاوض والتوصل إلى حل مشترك، لأنه لا يستطيع حفتر أن يتصرف لوحده في النفط الليبي. ولكن إذا أدرك هذه النقطة فإنه سيصبح أكثر استعدادا للتحاور وللتوصل إلى حل. وكذلك في المقابل الطرف الآخر لا يستطيع أيضا أن يغض الطرف على أن النفط أصبح تحت سيطرة حفتر. نعم. طيب، في السياق العسكري الذي تحدث عنه منذ قليل، الصحفي عبد الله الشريف على العربي الجديد نوه إلى عزم قوات الجيش أو القوات العفو الموجودة في الغرب الليبي على تشكيل جسم عسكري أو جيش يوحد كل الأطياف العسكرية. مثل هذه المبادرات، ما مدى قوتها أو تأثيرها يعني على الأرض الواقع؟ قوتها تكمن في من الذين كونوها وإلى أين يريدون أن يدفعوها. لأنه إذا كان هذه المبادرة تتشكل من أطراف عسكرية من على الأقل من أغلبية المناطق الليبية، وهناك نية صادقة في الحوار وفي إعادة ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة العسكرية الليبية، فإن هذا الأمر سيفضي في النهاية إلى عنصر من عناصر بناء الحل السياسي. وفي الواقع هل هناك نية من الأطراف في تقديم؟ يعني لا أستطيع أن أقرأ النوايا، لكن الصراع الآن يدل أنه حسب المعلن يعني. حسب المعلن يؤكد بأنه يجب الدفع في هذا الاتجاه وتشجيع هذه الخطوة مع الحذر الشديد من الجميع. نعم. وبهذا ننتقل إلى المحور الثالث والأخير، ابقوا معنا مشاهدين. مثلت مواصلة إنتاج النفط في ليبيا وارتفاع بعض المؤشرات الاقتصادية فضلا عن مواصلة شركة إني الإيطالية للاستثمار في ليبيا نشاطها مفاجأة في الأوساط الاقتصادية التي كان لها تصور مخالف لسيناريو ما بعد أحداث الهلال النفطي. ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية إيتال بريسا أن الرئيس التنفيذي لمجموعة إني للطاقة كلاوديو ديسكالزي قد أكد أن إنتاج النفط في ليبيا ما يزال مستمراً كما كان دائماً، حيث يصل الإنتاج إلى 300 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، مشيراً إلى أن الشركة تستخدم محطتها في مليتا شمال غربي البلاد، لذلك من وجهة نظر لوجستية ما يحدث في البلاد حالياً لا يشملهم. وأفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة إني في تصريحات على هامش مؤتمر أمبروزوتي للطاقة المنعقد في العاصمة روما أن ليبيا تواصل استهلاك الغاز وإنتاج الكهرباء، وهذا يعني أنه في وضع صعب مثل هذا هناك استهلاك مدني مرتفع للغاية، مضيفاً أن الاستهلاك المدني والمنزلي وكذلك الصناعي دائماً على أعلى مستويات، قائلاً نأمل أن يستمر هكذا. وأعرب رئيس إني الشركة الأجنبية الأولى لإنتاج المحروقات في ليبيا عن أن ليبيا تحتاج إلى مساعدة ونظرة تفاؤل أيضاً، فضلاً عن امتلاك وجهة نظر موضوعية عن الوضع. سيد الجورجي، نبقى في سياق تطورات الملف النفطي، وهنا وكالة الأنباء الإيطالية إيطال بريس تحدثت عن دور شركة إيني النفطية في ليبيا. كيف تقيم قبول مثل هذه الشركات النفطية بالعودة لاستئناف عملها من جديد في ظروف ليبيا الحالية؟ أولا، هذه الشركات هي مدعومة من قبل دولها ومن قبل الأطراف الدولية الداعمة لها،
وبالتالي هي لا تتحرك إلا في ضوء إشارات خضراء تأتيها من هذه الأطراف وتحاول أن تقنعها بضرورة الاستمرار والنشاط. ثم ناحية ثانية لا ننسى أن هناك سباق بين الأطراف الدولية وبين المؤسسات الاقتصادية الكبرى، تنافس من أجل تأمين المستقبل الاقتصادي لها في ليبيا، وبالتالي من يغامر الآن ممكن أن يجد النتيجة فيما بعد. وهذا على كل حال يوحي وكأن هذه الأطراف الدولية مقتنعة بأنه في يوم من الأيام وربما ليس بالبعيد يمكن بداية الدخول إلى حل سياسي للوضع في ليبيا، وربما هذه الأطراف الدولية ترى بأن ميزان القوى الحالي يمكن أن يؤهل في لحظة من اللحظات إلى الدخول في مفاوضات جدية وجماعية. فما دام الاقتصاد يتحرك في هذا الاتجاه بشكل إيجابي يعني السياسة ستلتحق، وبالتالي هناك نوع من الرؤية الاستشرافية المستقبلية ذات الطابع الإيجابي. نعم طيب، ولكن في الوقت الراهن يعني في الواقع إلى أي حد يضمن الوضع الراهن الحالي استمرار عمل هذه الشركات النفطية؟ لأنها هي تحاول أن لا تدخل في الصراع بشكل مباشر، ولذلك هي تحاول أن لا تنحاز لهذا الطرف أو ذاك. والإيطاليون بالخصوص الآن يتصرفون بسياسة حذرة وذكية، لأن الإيطاليين الآن هم أول من أسسوا مستشفى عسكري، وهذا المستشفى مستشفى لمساعدة العسكريين من جهة المنطقة الغربية يدل على أنهم لهم فكرة بأن الوضع في ليبيا لابد أن يتحسن، وأن المدخل الإنساني إذا ربط بالمدخل الاقتصادي والعسكري يمكن أن يساعدهم في إطار المفاوضات بين الأطراف الأوروبية وحتى بين الأطراف الليبية. نعم طيب، وفي رأيك يعني كيف يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط أن تضمن الحياد في هذا الظرف الحالي مع ما ذكرته منذ قليل، يعني حتى يستمر إنتاج النفط؟ مهمة صعبة، ولكن سر قوة هذه المؤسسة هي أن تتعامل بنوع من الحياد، لأنها لو انحاست إلى أحد الطرف فهي تضع الثروة الأساسية لليبيا، ثروة النفط، تحت سيطرة الصراع والتنازعات العسكرية والسياسية والجهوية والمناطقية. وبالتالي ضروري أن هذه المؤسسة تكون هي أكثر مؤسسة حساسة وحذرة في تعاملها مع بقية الأطراف. نعم، أشكرك في نهاية الحلقة. ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي صلاح الدين الجورشي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، مرحبا. كما ننوه مشاهدين إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للأعلام. شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.